السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، مانجو الفيتنامي أنصح به وبقوة. هذه شجرة تبارك الله وما شاء الله عمر 4 سنوات تقريبا، وما شاء الله هذه ثمرة مانجو الفيتنامي. طبعا ما شاء الله إنتاجها غزير إذا حصلت العناية، وأباكم تشوفوا الحجم ما شاء الله في إيدي. هذه وجبة لثلاثة، واحد وايد. هذه صراحة مانجا وعلى ذيذة ومستوية ما شاء الله. وهذا استقبال المانجو الفيتنامي. وآخر حبة موجودة، هذه ثمرة متأخرة، هذه متأخرة صراحة. وآخر حبة حاليا موجودة، صنف ما شاء الله غزير الثمار، مبكر وانتاج طيب تبارك الله، متهدل اذا لم تجد العناية الصحيحة، تقليم، ولكن صنف مقاوم للحرارة، من افضل الاصناف مقاومة للحرارة صنف الفيتنامي. والاحجام مثل ما تشوفوا تبارك الله، الثمرة تقدر تاكلها قبل النضج الكامل، لذيذة جدا، وهي ناضجة سكرية، الياف تقريبا شبه خالية. وهذا مانجو الفيتنامي، اللهم بارك وزيد، صنف للأمانة ممتاز، ومن أرخص الشتلات تباع، ومن أفضل الشتلات تحملا، وما شاء الله حجما وطعما الفيتنامي، ولكن رخيص الحمد لله. إن شاء الله ما يغلونه بس أصحاب المشاتل.